الله يسلمك أولدي الله يسلمك. كيفاش الحاج جا من البارح وهي خارجة؟ وحنا قال خطفتها المرأة، هي دابا بايتة عند المرأة والمرأة ما علمتناش وبايتة عندها، خاصة البارح ملي باتت عندها الدرية ومشات من المدرسة مع 12 ونص خاصة تعلم بينا وعندها النمرة ديال التليفون عطاتها لي الدرية، ما تخليش بايتة عندها الليل كامل وضالة عندها اليوم نهار كامل حتى لتسعود دابا الليل ولا العشرة عندها جابتها، راه ماشي معقول هذا الشيء. شاكة فيها ما خاص، كون كانت المرأة نيتها حسنة مزيانة. البارح تعيط علينا ولا تعيط علينا اليوم في الصباح ولا تعيط تقول تعالي ودي وبنتكم ما قاعدين، ماشي هي جات حدا الحوزية حدا سيدي عثمان الدار البيضاء وقالت لك انا حدا القهوة جدي وبنتكم، خلات الدرية واقفة بوحدها وهربت. وهذه راه فرصة الخضر فرصة حراميات، وراه النمرة ديال التليفون ديالها عدي إلا لقيت بنتي مختصبة ولا شي حاجة راه غنقيد بها، راه غنقيد بها، راه ما غنرحمهاش. الدرية الحاجة شحال هذا من عام؟ عندها 14 باقا صغيرة باقا قصيرة. وماشي هي سوقة هذيك الساعة تعلم بينا تقول لها لا ولا شدها من يدها وتديها للكوميسيرية، تقدم للكوميسيرية تقول لي مودي الدرية راه لقيتها كدور في الزنقة، انتوما اللي مسؤولين عليها وانتوما اللي قادين بها، على كي ديتيها بقيتي عندك على شي مخزن؟ لا ماشي مخزن باش غادي تبقي الدرية عندها، ماشي معقول. لا ومشات وعلاش ما جابتهاش؟ وهي جابتها وقفت حدا القهوة وهربت. جيبها تدق علينا تقول لك هذه باتت عندي ودريا كانت خايفة وتصابت خاطرها وشوقها وترخفت وهنا جيت لكم وسمحوا لي ولا سكيتوا فيا ولا شي حاجة، يلاه معايا المخزن نعطي الأقوال ديالي. إن شاء الله ملي خرجتي البارح ملي خرجتي درتوا شكاية؟ درنا شكايات ودرنا عند شي خمسة كوميسيريات ودرنا وشكينا وما قصرناش ما قصرناش يا وليدي، الله اللي عالم علينا بغيتي مرقدنا ما واكلين ما شارب ما نبغيش انا وانا من انا حاجه نعطي شريبه في الباب وتزيد الا بغات شريبه، اما انا ما ندخلش دريه ما عنديش الحق، بيتي عندي والضل عندي ماشي معقول، لا ما ندخلهاش عندي ماشي معقول. لا غندير شهاده طبيه دابا وغادي ندير دابا الكوميسيريه اللي ديكراريت بيا البارح، هما والنمره ديال التليفون ديال المراه غادي نعطيها للبوليس، ملي لقيتها حسنه تجيب لي الدريه تقدمها لي وتعطيها لي. كون كانت هي حسنه البارح ما تخليهاش البارح، قالت لك البارح تعيط عليا ملي شافتكم خرجتوا الصحافه تخلعت ماشي حسنه، ملي شافت الصحافه وشافت الناس كيصاقروا وكيصيفطوا في هذاك الشيء راه تخلي جاب الدريه وقفتها في الباب، راه ماشي معقول هذا، خاصها تجيبها وتدق علينا وما تخليش بات عندي البارح وما تخليش تضل عندي اليوم، ودري قاعد 14 بشكارتها بحوايجها الدور بيها في الزنقة على ما فين داتها. انا دابا غندير سيرتيفيكا لبنتي دابا وإلا لقيت عندها شي حاجة راه غنعطي نمرة البوليس هما يتحملوا هما يديروا خدمتهم هما يديروا خدمتهم هما يديروا خدمتهم. وما حسيتش بالأم ودري صغيرة وقاصرة وخارجة من المدرسة وحنا اللي عالم علينا متنا وسالينا وخفنا من الدريه كاع اللي ماتت مسكينه، رحنا في الدريه اللي ماتت يا راه الله يرحمها مسكينه الله يصبر والديها، رحنا مأثرين مأثرين كثر من اللي شنا الدريه في البير مغسوله ومليوحه، رحنا مأثرين ما كنا ما شربناش الشيء الماء ديال الروبينه حنا ما شاربينوش بقيتو مخلوعين. والله اللي عالم علينا، الله هو اللي عالم علينا ولدي، بقينا مخلوعين الله هو اللي عالم. ومين بقى صغيره ما ضربوها ما نضربوها ولا ما نضربوها ما نلحقوها ما نديروا القانون كون كنا نضربوها كاع ما تهرب نحن ما كان الدريه ما هربتش الدريه قدر تكون والدريه من المدرسه زادت قرات في ساعتين ولا ثلاثه الاولى ملي خرجت مع 12 ونص ما رجعتش للدار على ما داش قالوا لي الدراري ولا الدريات ولا الله اعلم حنا ما علمناش الله اعلم. غنتابعوا المسطره والقانون ونديروا شهاده طيبه والله يرحم لكم الوالد نعرفوا فين كانت بيته واش البلاصه هي ما كتشوفش دابا هي الدار اللي باتت فيها وداك الشيء راه ما غاديش تشوفها ما عاقلاش على الزرقاء من يدخل وجو من يدخل ما عاقله والو ولا كانت تعقل وطولانطيه قولي دبري راسك قولي كانت الدريه مريضه انا معاقه من عينيها راه ما كتشوفش الدريه عندها 14 عام باقا قصيره باقا صغيره ما عارفه والو ورا الله اللي عالم علينا هذيك الساعه تجيبها لينا رونسكم شفنا العائله كامله والله اللي علمنا راه الدرب كامل تربونا ماشي على العائله راه سيدي العثمان كامل تربونا كله تابعنا كله كيجري معنا كله كيقلم معنا عيالات رجاله دراري راه كل شيء راه الله اللي عالم والحمد لله وليدي والحمد لله وبزاف كاع
مرتاحين اوليدي. الله يرحم لكم الوالدين تاتوما والله يجازيكم بخير. وشكرا للبوليس والمسؤولين وكل شيء. الله يبارك في عمر سيدنا. الله يسلمك اوليدي.